السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها زيادة عدد المتابعين على الانستغرام. نعم، تستطيع من خلال هذه الطريقة التي ستشاهدها في هذه الحلقة من رفع عدد المتابعين لحسابك في الانستغرام. قبل المرور للطريقة وشرح الطريقة سأفسر كيف تعتمد وعلى ماذا مبنية هذه الطريقة. الطريقة مبنية على جمع النقاط التي تتمكن من خلال هذه النقاط التي جمعتها من شراء متابعين إذا صح التعبير، يعني على عدد النقاط التي قمت بجمعها تحصل على عدد معين من المتابعين. كيف تتحصل على هذه النقاط؟ فالبرنامج يوفر لك مجموعة من الأشخاص الذين يستخدمون نفس البرنامج، إذا ضغطت على متابعة لهم تتحصل على حوالي 24 نقطة، كذلك مجموعة من الصور إذا ضغطت لايك لهذه الصور تتحصل على النقاط، وعندما جمعك لعدد معين من النقاط حوالي 3100، يعني كل عدد على حسب عدد النقاط التي جمعتها تتحصل على عدد معين من المتابعين. على سبيل المثال 3000 نقطة تتحصل على 250 متابع، ربما 250 متابع، يعني على حسب النقاط التي قمت بجمعها. ولا تعتقد انها طريقة صعبة، فقط قم بالضغط على لايك 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 او فولو فولو فولو، متابع متابع، وبعد ذلك تحصل على عدد معين من النقاط وتشتري المتابعين اذا صح التعبير كما قلت لك. طبعا تطبيق يوجد منه الذي ساشرح عليه يوجد منه على الايفون، ويوجد كثير من البرامج تؤدي نفس الغرض، كذلك الاندرويد يوجد بعض البرامج الاخرى، سأضع رابط لي الذي سأستخدمه في هذه الحلقة، وكذلك رابط لأجهزة الأندرويد لأني لا أملك هاتف أندرويد فلا أستطيع التجربة، ولكن سأضع برنامج مشابه له، والتطبيق يعني نفسه أظن أنه غير متوفر على الأندرويد. لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، ابقى معي بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير لنمر إلى الطريقة مباشرة. إذا المشاهد الكريم، هذا هو البرنامج الذي تراه أمامك، سوف تجد رابط تحميله أسفل الفيديو بالطبع كما قلت لك. أولا تقوم بالدخول إليه، في البداية ستطلب منك اسم المستخدم اليوزر نيم والباسورد لحسابك في الانستغرام، قم بإدخالهم. بعد ذلك ستذهب إلى هذه الخانة Get Likes كما ترى أمامك هنا. طبعا إذا كنت تريد جمع لايكات لصورك في الانستغرام فالبرنامج يوفر أيضا لايكات ليس فقط متابعين. من هنا من هذه الخانة إيرين كودز، من هنا تستطيع يعني جمع النقاط كما ترى أمامك، لايك لايك لايك، تجمع يعني تزداد النقاط كما ترى أمامك في الأعلى 88 89 90 91، يعني تزداد بشكل سريع. يمكنك كذلك يعني عن طريق متابعة الأشخاص بالضغط هنا على هذا الخيار، طبعا ضغط على فولو 24 نقطة ازدادت إلى نقاطي كما ترى هنا 3100 وتزداد. يعني إذا أردت يعني شراء بالنقاط، جمعت عدد لا بأس به وأردت شراء المتابعين، استذهب إلى Get Followers هنا من هذه الخانة وتنزل إلى الأسفل. طبعا يمكنك شراءها بالمال، يعني هنا كما ترى 99 دولار أو 99 يعني دولار، ممكن تشتري 12500 متابع ومن هنا تشتري من خلال النقاط التي قمت بجمعها. إذا هنا كما ترى أمامك 3000 هنا 3000 نقطة تعطيني 250 متابع. إذا سأنتقل للإنستغرام وأريك عدد المتابعين الذين لدي الآن كما ترى 95 فقط. إذا رجعت إلى البرنامج الآن وقمت بشراء المتابعين 250 هكذا، الآن بروفايل برومتيد يعني تم إضافة المتابعين. الآن سأنتقل مرة أخرى إلى حسابي في الانستغرام كما ترى بدأت الإشعارات يعني تأتي. انظر نظره قليلا هكذا سيزداد، يعني هكذا تقفل هاتفك وتذهب لتنام أو أي شيء وترجع وتزد تزداد، يعني تجد أن عدد المتابعين قد ازداد حتى تكتمل 250 التي قمت بشرائها. إذا رجعت إلى البرنامج تجد أنه كما ترى أمامك هنا هذا يعني إرسال لك طلب صداقة، كما ترى بدأت الإشعارات تأتي. لاحظ معي مشاهدي الكريم، إذا والنقاط يعني أصبحت 118 فقط هكذا كما ترى الإشعارات بدأت تأتي حتى يكتمل العدد 250 كما ترى مشاهدي الكريم. لننتقل إلى حسابي في الانستغرام، أذهب إلى هذه الخانة. إذا لاحظ معي الآن هادهم كلهم أقبل من أريد وأرفض من أريد وكما ترى كل هادهم الآن أتت الآن، طبعا يمكنك قبول الأشخاص الذين تريدهم فقط باستعمال هذا البرنامج الذي أريتك إياه.
إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة قد نالت إعجابكم. رجاء إذا عجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب. غير ذلك إذا كانت هذه أول متابعة لك لحلقات محمد الصغير ومدونة العالم الافتراضي، فيمكنك الاشتراك في القناة للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية فقط بالضغط على زر سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يمينك من هنا، قم بالضغط عليه قبل إنهاء الفيديو. لا تنسى كذلك زيارة مدونتنا الرسمية th3vw.com، توجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.